تحية لك زميلي محمد ولكافة الزملاء في برنامج المراسلون. زميلي محمد، يعني رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن الغالي سوريا، نرى كافة القطاعات تعمل والمؤسسات أيضا تقدم الخدمات للمواطنين، ورغم هذه الظروف ما تزال المؤسسات كما قلنا تعمل، ومنها مؤسسة مياه قرطوس التي اعتمدت على فنييها وعلى كوادرها بشكل عام، وقامت بمبادرة تدوير المواد وكذلك المعدات التي المستعملة كما يقال لاستخدامها في العديد من المشاريع المتوقفة، بهدف رفع سوية نقول العمل في هذه المؤسسات ورفع مستوى معدل نصيب الفرد من المياه بشكل عام. واليوم نتواجد في أحد الورش الخاصة بمؤسسة مياه قرطوس، هذه الورشة التي الخاصة نقول بالأنابيب المعدنية الخاصة بالأبار الارتوازية. للحديث عن هذه الورشة بشكل عام وما تقدمه يعني في مجال رفع مستوى معدل الفرد كما قلنا، معنا المهندس نزار جبور مدير مؤسسة مياه قرطوس. استاذ نزار، اهلا بك استاذ نزار. استاذ نزار اهلا بك. اهلا فيك، اهلا وسهلا. استاذ نزار، حضرتك مدير مؤسسة مياه قرطوس، هذه الورشة بشكل عام يعني كيف بادرتم تفعيل عمل هذه الورشة، ورشة الإصلاح بشكل عام، وما الذي تقومون بعمل من خلالها؟ طبعا في ظروف اللي عم نمر فيها وعم يمر فيها بلدنا الحبيب، ظروف حرب، وفي عنا نقص بالموارد البشرية بالإضافة إلى نقص بالاعتمادات لموازناتنا، فكان لابد من اعتمادنا على ذاتنا من خلال تفعيل الصيانات الداخلية بالهون وخلق شيء جديد. ورشة صيانة طبعا تفعيل صيانات المضخات الأفقية وتجميع المضخات البالية اللي كانت سابقا ترحل إلى معمل حما، صرنا ما عدنا نبيعها كخردة، عم نفكها أي قطعة صالحة من 10 مضخات أفقية. لو صنعنا منها مضخة أفقية سعرها لا يقل عن 3-4 مليون ليرة، نرجع إعادة تأهيلها وتركيبها بمشاريع واستثمارها من جديد، أي إعادة تدوير مواد البالية، بالإضافة إلى موضوع ورش اللي شايفينها تصنيع بواري إكساء الآبار. طبعا نحن بظل هالحرب على بلدنا الغالي، فمعظم متعهدين اللي كانوا يحفروا الآبار الارتوازية وياخذوها جاهزة، يعني ياخذ مثل ما بيقولوا البير من بابه لمحرابه، اليوم معظمهم كان من خارج المحافظة. اليوم عم نعلن عدة مرات، كنا خلال السنتين الثلاثة الماضيين، فما عم يتقدم متعهدين لحفر الآبار وإكسائها، فكان لابد من الاعتماد على الذات واستحداث ورشة لتصنيع إكساء معدني لهذه الآبار. والحمد لله تم حفر عدد كبير من الآبار الارتوازية عندنا، بير وآبار ناجحة جدا بحفارة المؤسسة، تم تزويدنا فيها الحفارة مجانا عن طريق وزارة موارد مائية، مشكور سيد وزير. حفرنا آبار ببانياس ناجحة غزارة البير الواحد 300 متر مكعب بالساعة، وتم إكساءها من قبل ورشتنا مثل ما شايفين تصنيع إكساء كامل، وأيضا في بانياس وفي محطة جديتي وفي البلاط الغربية وفي سهل يحمور. واليوم انتهينا بتاريخ اليوم الثلاثة من حفر وإكساء بير في ظهر رجب تابع لقطاع نقيب، وسيتم الانتقال غدا أو بعد غد لحفر بئر أيضا في بيض باسط، وكل مثل ما شايفين بكوادرنا حفارتنا والتسليح والقمصان صنعنا وشغل. غير موضوع الإكساءات المعدنية الخاصة بالآبار الارتوازية، شو المعدات الثانية ممكن أنتوا عم تعيدوا تأهيلها أو صيانتها؟ هلا نحن عم نعيد تأهيل وصيانة كل شيء، حتى أبراج الكهرباء. يعني نحن بالتواصل، مشكورة شركة كهرباء قرطوس عم تتعاون معنا ضمن الإمكانيات، حتى إذا عم نطلب ربط أحد مشاريع بالشبكة العامة للتيار الكهربائي عم يكون في نقص أبراج، عم ندور وين أبراج خارجة عن الخدمة من عشرات السنين، عم نقص أبراج كهربائية، عم نعيد الحامة وترميمها وثم إعادة تركيبها بالموقع. بالإضافة إلى مثل ما شفتوا صيانة مجموعات التوليد، أعداد كبيرة من مجموعات التوليد يتم صيانتها بشكل يومي، واليوم عندنا أعداد عم تعطل نتيجة زيادة الضغط على مجموعات التوليد بسبب مثل ما شايفين نحن زيادة ساعات عملها لحتى نلبي الطلب المتزايد على المي بسبب تضاعف عدد سكان المحافظة بوجود إخوتنا الوافدين من كل المحافظات.
وايضا نقوم بلف محركات للمضخات الافقيه، لف محركاتها بالجملي عندنا قدر المستطاع، قدر المستطاع تخفيف النفقات والاعتماد على ذاتنا والاستثمار الكادر البشري الموجود في هذه الظروف. شكرا لك، وممكن نرجع لعند حضرتك. هلا رح ننتقل لعند الاستاذ نتعرف على حضرتك. مهندس عماد ديوب، رئيس شعبة الصيانه. حضرتك رئيس شعبة الصيانه بهالورشه بشكل عام، اذا بدنا نحكي عن الورشه شو عم تشتغلوا فيها، قد ايه يعني ولو بلغه الارقام قد ايه وفرتوا بدنا نقول على المؤسسه من خلال عملكم، وامتى بلشتوا العمل حقيقه بهالورشه؟ هلا عملنا بالورشه بيشمل كل الاختصاصات بشكل عام، اصلاح المضخات، اصلاح مجموعات التوليد، لف محركات، اعاده تاهيل بواري الغواطس، لف بواري اكساء للابار. طبعا عملنا بلش بحدود 6 سنوات بس كان فعال بعد الازمه بسبب الظروف الصعبه اللي خلتنا نحن ندور ونعتمد على ذاتنا بشكل حقيقي. طبعا سابقا قبل ما تكون ورشه شغاله بدنا نقول كان تعطل عندكم معدات، وين تاخذوها؟ معظم الاعمال كانت تتصلح بالسوق المحليه من خلال المتعدد. السوق المحليه اكيد في لتكلفه عاليه. طبعا في تكلفه عاليه، طبعا نحن بعملنا هون في في توفير كبير حسب كل نوع اصلاح. مثلا اذا بدنا ناخذ بواري الاكساء تصنيعها بالسوق المحليه وتصنيعها عندنا في وفر بحدود 60% عن السوق المحليه. هلا اصلاح المضخات الافقيه تقريبا 95% من اصلاحاتها عم بتصير عندنا بشكل كامل. غير موضوع التوفير يعني موضوع الخبرات الموجوده عندنا والايادي الوطنيه، قد شو بنحكي عن هالجانب؟ قد ايه بنمتلك نحن خبره بهذا الجانب؟ هلا كخبره الخبره جيده ومتوفره، بس الاندفاع لهالموضوع هون له 3 جوانب، الجانب الاخلاقي واللي هو اهم، لانه عمل العناصر الموجوده بالورشه بيوازي عمل الجندي اللي على الجبهه، طبعا نحن اقل منه لانهم عم بيقدموا دم. الجانب المادي اللي هو توفير هالمال هذا اللي نحتاجه بمكان اخر بالمواجهه اللي عم تخوض البلد. وفي جانب انساني كمان مهم جدا بيتمثل بوظيفتنا وبعملنا بايصال المي لكل انسان محتاج لها. شكرا لك، حنشوف يعني بعض العمال الموجودين بهالورشه. مرحبا، نتعرف على حضرتك. تعرف على حضرتك؟ العامل الفني عبد الحميد ابو علي. اهلا وسهلا فيك. شباب شو تشتغل هون بالورشه؟ شغل انا عامل فني على المخرطه، شغلي بالبواري، بمحاور، بروانات، فلنجات، قطع اساور للبروانات، باقيات، عزق، محاور سكوره، اي شيء بيلزم للورشه بنشتغله. عمل تخصصي يعني ب معهد صناعي، معهد متوسط صناعي، اختصاص خراطه وتسويه. كيف بتشوف هيك عملكم؟ كيف عم تشوف الانتاج يعني؟ نحن بالنسبه لنا شغلنا ابداع، يعني ابداع كله اجتهاد وابداع، يعني بتجينا مثلا هالبواري هي بنرجع بنفتح لها سن بيكون سنها متاكل، بنرجع بنفتح لها سن ومركب لها اكر جديده بترجع شغاله من احلى ما يكون. وبالنسبه للمحاور كمان بنصنع تصنيع كلياتها، هاني شغل الورشه بتجينا مواد خام بنصنع نحن على المخرطه وبنركبها على المضخات، بيكون احيانا المحور متاكل بيكون خربان سنه نتيجه مثلا باقات المضخات كلياتها بتكون متاكله، بنرجع نبدلها بنصنع لها باقات جديده وبنشتغل فيها بنركبها بترجع المضخه جديده. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. رح نشوف باقي الاقسام الموجوده هون. ممكن مرحبا، نتعرف عليك. عامل سائر يوسف، اهلا وسهلا فيك. كمان انتم تحكي لنا شوي عن عملكم هون، شو عم تشتغلوا؟ هلا عملنا عم نعمل اكساء لابار المياه باقطار متعدده وسمكات مختلفه حسب الطلب. يعني هيك اذا هلا بنشوف العمل على ارض الواقع كيف بيكون، شو 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 بتحكي لنا عن هيدي القطعه الموجوده هون؟ هي عباره عن قطعه صاج لقياسات محدده بنحطها بالمكنه وبنلفها، بيطلع معنا الشكل المطلوب حسب المواصفات المطلوبه من المؤسسه. مثلا فيه عندنا اقطار متعدده من 30 على 50 حسب طلب البير شو بده القطر المناسب له. هي يعني هلا كانت عباره عن صفيحه، يعني هي عباره عن صفيحه مثل الموجوده هون امامنا، بنحطها بالمكنه ومشغلها بتطلع معنا بالشكل الدائري شايفه. في صعوبات بالنسبه للعمل عندكم هون؟ الحمد لله الامور كويسه وتمام، ما في اي صعوبه. كمان نشوف بعض يعني الاقسام الثانيه. مرحبا،
لو عطلناك شوي على العمل مرحبا. كمان انت يمكن بموضوع الحام عم تشتغل. ايه ايه موضوع الحام. ايه شو بنحكي عنه؟ الحام البواري مشان اسم حضرتك بدايتها؟ نجيب مبارك. اهلا وسهلا يعني فيك. ايه هي مشان يحطوها بالابار مشان تحمي الغاصر اللي بتنزل بالابار لتحت. ايه وكمان مشان كمان الحفاظ عليها مشان المي تكون نظيفه او شيء هيك يعني. يعني عملكم بشكل عام هو يعني عمل هلا في بدنا نقول في شيء بالابداع يعني. إيه لانه عم نشيل قطعه من هون قطعه من هون بده يكون كثير الواحد اوضاع كمان الرهني والوضع هذا كله. ايه طبعا حاجه من الاختراع. إيه تمام الحاجه من الاختراع تماما هيك الحاجه. بدنا لكم توفيق. شكرا لك. شكرا. كمان شوف بعض يعني العمال الموجودين هون. مرحبا نتعرف على حضرتك. ياسر احمد صالح. اهلا وسهلا فيك. شو المكنه اللي بتشتغل عليها هون؟ هذه مخرطه انه قياس وسط عن المخرطه الثانيه. ايه بنشتغل فيها هيك باقات. هاي الباقات هي مزيجه بالاضافه للبروانات. بالعاده بيجي فيه تاكل بنحاول نعبيهم نحاس او بنعمل لهم باقات. ايه بنشتغل. في صعوبات بالعمل؟ في مشاكل بالعمل بتحس في؟ هلا هو بالنسبه للمعاناه يعني بدك تقولي نقل هيك شوي عم نعاني عمليه النقل بس فقط لا. شكرا كثير لك. شكرا. كمان في بعض الاقسام اللي ممكن حتى نشوف عم نشوف هون استاذ لو ناخذ فكره حتى عن ال ايه عن ال يعني القسم الخارجي عم نشوف هون عم يمكن يتم تعديل او تصليح مجموعه توليد كهرباء وهي كثير فيها توفير حقيقه لانه هلا قدين ضربت مجموعات كهرباء خلال هالازمه. مرحبا. بنتعرف على حضرتك. بس تعطينا فكره شو عم تشتغل؟ نحن بنقوم اسم حضرتك بالبدايه. انا الفني جميل مرعي. شو عم تشتغل هلا؟ هلا بنقوم فك محرك مولدة تابع لوحدة الدريكيش. بنقوم صيانته هون بأرض الورشة. هاي مولدة؟ هاي اسمها مولدة بتولد كهرباء. بظل الأزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر بيلزم إنه نضل عندنا مولدات جاهزة. بالتالي بنشغل المولدات بحجم ضخم جدا يعني ساعات عمل زيادة. بس هاي بتكون مضروبة فيها قطعة معينة أو شيء؟ محرك الديزل. الديزل بيعطى. أيوة. يعني إحنا بنجيب المحرك لعنا لهون بنعمل له صيانة. بنوفر اجور فك وتركيب من السوق كلياتها، بنستجر قطع التبديلين من السوق، بالتالي بنوفر اجور الفك والتركيب بالكامل. وبعد اللي بنعمل صيانه للمحرك بنقوم بتشغيله هون تجارب على انه المحرك صار ضمن الشروط النظاميه على العمل، بنبعته على المحطه وبنشغله بالمحطه. هيك بصير شغلنا كلياته. تجميع قطع من عده بدنا نقول معدات هي بتكون تعبانه احيانا بيكون عندنا معدات مثلا فينا نستفاد منها قطع تبديليه تلفانه بنشيل منها قطع تبديليه بنستفاد منها هون بس معظم الاحيان مستجر من السوق المحليه قطع تبديل. قد ايه انتم وفرتوا من وجهه نظرك انت كعامل وانت عم تشتغل ميداني على ارض الواقع؟ احنا وفرنا حوالي مؤسسه يعني 70% من الاجور اللي اكثر الاجور 100% احنا ما نشتغل بايدنا بس 70% من المحطات بنقوم بصيانتها صار لارض الورشه هون يعني بالتالي وفرنا حوالي 70% او 80% من النفقات اللي كانت تروح على السوق المحليه. شكرا لك واتمنى لك التوفيق. بالعوده لعندك استاذ نزار جبور مدير مؤسسه مياه طرطوس. بشكل عام معوقات العمل اللي عم تواجهوها خاصه ضمن اطار الحصار الاقتصادي اولا وبدنا نقول يعني ظروف انقطاع التيار الكهربائي اكيد بشكل او باخر اثر كثير على ادائكم وعملكم. شو هي معوقات العمل بالنسبه لكم وكيف تجاوزتوها؟ هلا نحن مقارنه بالضغوط العامة اللي عم تواجه بلدنا وبلد عم تحارب إلى 6 سنوات نستطيع أن نقول الحمد لله في معوقات لكن مع وجود الإرادة مع وجود الهم العالي للعمل مثل ما شايفين عمالنا نحن عم نشتغل على الإنسان في اندفاع وفي حب وفي إرادة جبارة. عندما تنوجد الإرادة لدى عمالنا ولدى المفاصل الإدارية في المؤسسة قادرين نعوض أو قادرين نزلل الصعوبات اللي بتكون موجودة إلى حد ما. ونحن بنوعد أهالينا في المحافظة أن نبقى ليلا نهارا لتأمين المياه الصالحة للشرب علما أنه عدد سكان المحافظة مثل ما حكينا تضاعف بسبب إخوتنا الوافدين. وأيضا بحب نوه على موضوع أن مياه الشرب مدعومة من الدولة والحكومة متر المكعب من المياه عم يكلفنا تقريبا اليوم بالظروف الحالية ما يقارب 100 ليرة سورية. 75% من مياهنا تباع للمواطن بسعر 15 ليرة ضمن الشريحة الأولى والثانية.
أي أن مياه شرب مدعومة كرغيف الخبز. وهناك مشاريع واعدة في المحافظة، أنا بستغل برنامجكم هذا لحتى أحكي عنها. عندنا برنامج، مشروع هام جدا وهو استراتيجي، مشروع مياه مرقية طول خط الضخ 17 كيلومتر، طاقة لهذا المشروع 350 متر مكعب بالساعة، الأعمال المدنية شبه منتهية، ونحن اليوم بالمرحلة الثانية اللي هي تركيب التجهيزات، إن شاء الله موعودين خلال الأشهر القادمة أو مع بداية العام القادم تزودنا فيها الوزارة مجانا. أيضا نعمل على تحسين عمل الاستثمار لمعظم المشاريع، منا مشروع محطة الدلبي السادسة، خلال ماكسيموم 3 شهور راح يصير تعديل المحطة السادسة وتحديثها، وأيضا مشروع جسر الحاج حسن في منطقة القدموس، خلال أشهر معدودة سيتم تحديث المشروع. شكرا جزيلا لك المهندس نزار جبور، مدير مؤسسة مياه طرطوس. طبعا زميل محمد، كما تابعنا من خلال هذه الدقائق، يعني هذه هي قطاعاتنا، هذه هي مؤسساتنا الحكومية التي بشكل أو بآخر تؤمن بأن الحاجة أم الاختراع بشكل عام، وبدأت عبر كوادرها وفنيها ومهندسيها بفتح هذه الورشات، ورشات العمل والصيانة، لتقوم بتعديل وإعادة صناعة وصياغة هذه المعدات بهدف إقامة مشاريع جديدة وتقديم خدمة للمواطن الذي يستحق منا الكثير. عودة لك زميل محمد.